يجي له أي فيروس من دول سواء طفل أو كبير، حماية له من المضاعفات، منعا لانتشار المرض وعدوى الآخرين، يجب أن يعزل في بيته لمدة عدة أيام ويستشير طبيب في إيه الأدوية المناسبة لهذه الحالة. في بعض الحالات أولا التطعيم بتاع الإنفلونزا موجود، بس ده مش لكل الناس، لبعض الفئات اللي احنا بنوصف لها هذا التطعيم. ثانيا تطعيم الكورونا ما زال موجود، وبعض الفئات التي تحتاج هذا التطعيم يجب أن تحصل عليه. هذا هو المنظر العام، والحمد لله الوضع حاليا الوباء مستقر جدا، لكن يجب أن نستمر بشدة في الحذر والحرص والوقاية والعلاج. نظرة تفاؤلية صحية للعام الجديد يا دكتور محمد، كل سنة وحضرتك بخير. كل سنة حضرتك ومصر كلها بخير، وإن شاء الله بصحة وسلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.